أزالت أمانة العاصمة المقدسة تعديات على أراضي حكومية في وادي جليل بمكة المكرمة، وهي عبارة عن أراضي مسورة بمساحة إجمالية بلغت 3000 متر مربع. وللمزيد حول ذلك ينضم إلينا من مكة المكرمة مراسل الإخبارية أيمن الثبيتي. أيمن، أهلا وسهلا بك، يعني ضعنا في صورة هذه التعديات على أراضي الحكومية. نعم، شكرا لك. بداية زميلي إبراهيم، أحييك وأحيي كافة متابعي قناة الإخبارية. نحن نقف على أرض الواقع على جهود أمانة العاصمة المقدسة للتصدي على التعديات الحكومية. كما تشاهد عبر كاميرا الإخبارية، هذه هي الأرض المتعدية عليها من قبل أحد الأشخاص بغير وجه حق هنا بوادي جليل، وهو أحد الأحياء بالعاصمة المقدسة، من خلال الفرق الميدانية لأمانة العاصمة المقدسة. تم التعامل معها وإزالة الأسوار المحيطة بهذه الأرض. طبعا هو عمل غير مبرر، وعمل أيضا يستهجن من قبل الكثير. كما تابع الجميع الأمر السامي الكريم ضد عدد من المسؤولين لاستيقافهم حول التعدي على الأراضي الحكومية. اليوم هناك جهود كبيرة من جميع أمانات المناطق بمختلف فروعها بالمملكة العربية السعودية للتعامل مع هذه التعديات. عبر كاميرا الإخبارية زميلي إبراهيم أتحدث مع سعادة المهندس فهد البشري، وهو مساعد وكيل البلديات هنا بأمانة العاصمة المقدسة. نتحدث عن هذه الجهود، كيفية التعامل مع هذه الأراضي من قبل المتعدي عليها، وكيف يتم أيضا إزالتها. مرحبا بك معنا مهندس فهد عبر الإخبارية. نتحدث أو بداية عن جهود أمانة العاصمة المقدسة، اليوم نقف على تعاملتم مع هذه المساحة التي تقدر ب3000 متر بشكل مباشر، وهو تعدي غير مستحق. بداية نشكرك أستاذ أيمن، ونشكر أستاذ إبراهيم في الاستوديو، والشكر طبعا موصول لقناة الإخبارية على هذه التغطية الشيقة التي طبعا لها دور توعوي كبير للمواطنين في مخصوص موضوع التعدي والحرص على البناء إلا بموجب تراخيص نظامية وصكوك شرعية. وفي هذا الصدد يعني أن معالي أمين العاصمة المقدسة حفظه الله حريص كل الحرص على موضوع التعديات، وعلى طبعا تكثيف الرقابة والرصد اليومي لهذه التعديات، وبمتابعة شخصية من سعادة الوكيل. الموضوع طبعا فيما يخص داخل النطاق العمراني للعاصمة المقدسة وضمن حدودها المكانية، البلديات الفرعية تقوم بدور جدا جبار في هذا الصدد، جولات رقابية بشكل يومي، رصد بشكل مستمر، رفع وتنسيق مع الجهات الأمنية بعد أخذ المواعيد طبعا لإزالة التعديات أول بأول. طبعا حرص الأمانة هذا طبعا يكون استشعار طبعا منها طبعا في دور التعديات وأثرها على التنمية العمرانية، وطبعا وتنفيذا لتوجيهات المقام السامي اللي يعني كان دائما يعني يحض الجهات الحكومية ذات العلاقة بالحفاظ على الأراضي الحكومية. نعم. وإزالة أي تعدي يحصل عليه. أين تتمركز هذه التعديات في العاصمة المقدسة؟ بس ارفع لي صوتك. والله أغلب يعني التعديات يتم التعامل معها في الفترة الحالية أغلبها تكون في أطراف المدينة، ويتم التعامل معها بشكل يعني جدي وبمتابعة يعني مستمرة وإزالة أول بأول. نعم. طيب لو أعطينا أيضا المشاهد الكريم عن الأعداد لهذه التعديات. والله آخر إحصائية لمدة 5 سنوات طبعا الأمانة تعاملت بما يقارب على يعني 1100 تعدي تقريبا بمساحة تقدر طبعا في نطاق البلديات الفرعية والبلديات المرتبطة بما يعادل مساحة 29 مليون متر مربع، وهذا يعني جهد كبير، وإن شاء الله طبعا الاستمرار الجهود مستمرة في هذا الصدد
وإن شاء الله يعني الأمانة الحريصة كل الحرص على عدم تفشي هذه الظاهرة وقضاء عليها أول بأول، طبعا في ظل التوجيهات الرشيدة من القيادة حفظهم الله ومتابعة معالي أمين العاصمة المقدسة وسعادة الوكيل البلديات المهندس عبد الله الزايدي. نعم. طيب أيضا أستاذ فهد، نتحدث عن التعاون بينكم وبين الجهات ذات العلاقة في هذا الجانب. حقيقة التعامل جدا بناء، هناك تعاون مع الجهات الأمنية مع قوات الضبط الإداري، كان لها يعني دعم يعني يشكرون عليه صراحة، وشرطة العاصمة المقدسة في تأمين الغطاء الأمني طبعا للإزالات، الإزالات لابد تكون تحت غطاء أمني على المراقبين خلال وقت الإزالات من أي تعدي يحصل من قبل أقولك المتعدين، ولهم جهود تشكر طبعا، وطبعا وفي متابعة من مقام الأمارة في هذا الخصوص وتوجيهات مستمرة.